عندنا بقى يوسف عمل بتاع فريسكا، عمل حكاية على اليوتيوب على الفيسبوك، عايزين نشوف ايه يوسف ده. يوسف السيد راضي من اسكندرية، 26 سنة، خريج خدمة اجتماعية، شغال بتاع فريسكا. الفكرة جت من ان هي ورثة عن والدي الله يرحمه. انا طلعت لقيتها هو بيعملها لنا وتعلمتها منه من فترة كبيرة يعني، بس كان سيزون بس، مش في القاهرة هنا. فريسكا 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 الفريسكا حاجة عادية، بس هي الحوار كله ان انت تديها تاتش. انت لو حبيت حاجة هتلاقي نفسك بتدي حاجات اصلا انت متوقعش ان انت تديها في باترين. ده مشروع صغير، معلش مخليني هنا وهنا وهنا وناس كتير الحمد لله رب العالمين بقت تعرف يوسف من الفريسكا. بوكس عادي، صندوق صغير فيه شوية حلويات مولد ممكن تجيبهم من عند اي حد. بسكوت بالعسل؟ ماشي، ممكن اعزمك عليها يعني؟ لا ده ده الشرف والله، مش عازمك عليها والله، عازمك والله، عازمك والله حبيبي، والله عازمك عليها، والله عازمك عليها حبيبي. تسلمي تسلمي، ربنا يخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريسكا فريسكا فريسكا. انت لو معاك شغل مش حابه حاول تحبه قبل ما تلاقي حاجه اللي انت عايزها يعني. اضحك على نفسك وقول انت بتحب الحوار ده واضحك وبتاع، مش عارف ايه، هتلاقي نفسك اصلا بتعمل حاجات جديده فيه. ما تقعدش على القهوه يعني، مش هتفيدك بحاجه، مش حوار ان انت ما فيش شغل يا عم في البلد دي، بلد تيت وبتاع. طب يا عم انت دورت، انت جربت تبيع ترمس؟ ايه العيب في كده؟ بالنسبه لللبس او كده الناس مستغربه شويه، بشوف ناس وانا ماشي في الشارع ببص وراها وتجيبني من الاول لاخر، انا بتحرج. بس هو القصه ان انا دي قصدها، قصد ان انا البس. هو عامه ده لبسي اصلا، مش مخترع حاجه يعني، ده العادي. بس هي القصه ان انا انزل كده من البيت بجرافطه بقى ولا بليونه ولا مش عارفه ايه ولا بتاع، دي قاصد ان انت مش عشان تبقى بياع او تلبس اي حاجه. وبعد كده الناس بقى التفكير بتاعها بقى يتغير، الاسلوب او الشكل معاهم او لبسي او المزيكا بتاعتي ابتدت تختلف مع الناس. لقيت في ان هم بقوا بيتصاحبوا عليا، بقوا اصحاب، بقوا ارقام تليفونات وناس تتصور معايا سيلفي، وحد يقول لي لو عايز حاجه قول لي. نفسي اجيب شقه واتجوز زي شاب واعمل حاجه لاخويا ولوالدتي. ده طموحي بسيط عادي، مش عايز حاجه يعني. اشتغل لو عندك وقت، لو اشتغلت 7-8 ساعات اشتغل 3 ساعات اي حاجه. والله معيب العيب اللي انت قاعد، العيب اللي انت مش عارف تنمي كده عقلك، تنمي نفسك، حركه، اعمل رياضه، اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه جديده بدل ما انت قاعد تهزر وتعمل. قوم اشتغل حاجه بسيطه هتعمل هتفرق معاك. احب الحاجه هتلاقيها بتحبك كده لوحديها حتى لو كانتش حلوه. يا جمالك يا يوسف، يعني ربنا يجعل لك حظ من هذا الاسم الكريم العظيم اللي احنا كلنا بنحبه جدا جدا. يا حلاوتك، ده حاجه حلوه جدا. شكرا احمد اللي عمل التقرير ولا مين؟ شكرا مين؟ محمود التمامي. شكرا، شاب رائع رائع، هو ده النموذج اللي احنا يعني نتمناه. على فكره في العالم كتير، انا اعرف ان في رجل اعمال صيني بس انا مش فاكر كان بيشتغل ايه بالظبط، بس كان بيشتغل حاجه زي كده. دلوقتي بيشتري لوح عشان يعني يتدلع بيها ب 180 مليون دولار اللوحه عشان يعلقها في الحيطه يعني من كتر، وبعدين يكسب برضه. فملياردير صيني كبير جدا من اغنى اغنياء العالم، كان كده بادئ كده. فبعدين شك حاجه حلوه يعني دوت لما يمشي في الشوارع كده يجمل الشارع، يعمل اضافه، مش بس هو بيكسب، هو بيعمل اضافه. حاجه حلوه جدا، مصر فيها حاجات حلوه جدا جدا. بص لها كويس، والله بص لها كويس يعني هتلاقوا فيها حاجات حلوه. وفيها مي فاروق، صوت جميل واحساس جميل. ودي سهرتنا النهارده ان شاء الله بعد الفاصل.